الحمد لله الغارة خلصت، الحمد لله الغارة خلصت، الحمد لله. الحمد لله الغارة خلصت، الحمد لله الغارة خلصت، الحمد لله الغارة خلصت، الحمد لله الغارة خلصت. الحمد لله الغارة رجعت، الحمد لله الغارة رجعت. ايه يا اخوانا الرنة التانية دي؟ مش رنة الغارة. امال دي رنة ايه؟ رنة موبايلي. موبايلك احنا ايام الانجليز زمان مفيش موبايلات. طب ما قلتش ليه كده واحنا داخلين؟ لا فوا انت، احنا ايام زمان يعني الانجليز. انا احترت. لا ما تحترش، الانجليز مخربلنا ضرب ولازم نشوف حل. انا عندي الحل. ايه؟ احنا عايزين زعيم يقف ضد الانجليز. احنا لازم نجيب مصطفى كامل يحمسنا بكلماته وبحاجاته. صح. يحمسنا بحاجاته. انت صح. 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 محدش يراجع وراك. صح. يبقى عايزين مصطفى كامل. صح. يلا. مصطفى كامل اهو. مصطفى كامل اهو. مصطفى كامل اهو. مصطفى كامل اهو. يلا يا مصطفى كامل قول لنا كلام يحمسنا. قشطة يابا. قشطة. قشطة يا عمي. قشطة. كله كده. قشطة. وانا كده. قشطة. شفت مصطفى كامل؟ شفت كلماته ولا ألحانه؟ انا متأثر قوي بمصطفى كامل. جوايا مصطفى كامل ده. متأثر بيه؟ ده جيش تغنى ومشي، يخرب بيت امي دي عيشه. احمد ربنا على عيشه، متضايق شد الفيشه. احمد ربنا على عيشه. أيوة. متضايق شد الفيشه. ايه ده؟ ايه ده يا بطل؟ لو انت كده في الاوضه. ايوه. تبقى ليلتك سودا. لو انت كده في الاوضه تبقى ليلتك ايه؟ تبقى ليلتك سودا. تبقى ليلتك ايه؟ بس كفايه اهتاف. شفت مصطفى كامل مقصر فينا ازاي؟ معشش جوه قلوبنا. يا لهوي. انا دلوقتي بدوس على كل شيء بينا، ادمر كل شيء بينا، ادوس على قلبي الولد، توحشني. سيبكوا تخلصوا الالبوم بجد والله. امشي يا ابني، معشش في قلوبنا. الراجل ده اصلا اسطوره. ايوه ده اصلا ما بيغنيش من الحنجره. امال ازاي؟ طب زرار حد ماسكه من هنا كل شويه. انا دلوقتي بدوس على كل والله. حد لعب في الفوليوم بتاعه بس اموت واعرف مين. انا اموت واعرف احنا هنعمل ايه دلوقتي. مصطفى كامل ما نفعناش، هنعمل ايه؟ يبقى عايزين حد تاني اقوى من مصطفى كامل، هو اللي يقدر يقضي على الانجليز ما دام ان احنا مش قادرين عليهم. نجيب سعد زغلول. نجيب سعد زغلول. صح. هو اللي يقدر يقضي على الانجليز يا رفعت باشا. صح يا حناوة فندي. صح. احنا نجيب سعد باشا زغلول. يلا سعد. سعد يحيى سعد. سعد. سعد يحيى سعد. سعد. سعد يحيى سعد. سعد. سعد يحيى سعد. يلا يا سعد يا زغلول قول لنا كلام يحمسنا. العنب العنب العنب. العنب. احمر احمر. اخضر اخضر. سعد زغلول. سعد زغلول. سعد زغلول. سعد زغلول. كله كده. كله كده. وانا كده. ايه ده؟ انا بوسع له كل مره وعارفه هيجري. بيقول لي كله كده زي الحمار باجي كده. شفت سعد زغلول؟ شفت كلماته ولا كليباته؟ يا ده مأثر فيا قوي سعد زغلول ده. كان عايز يخش بدينا هنا. ده مش سعد زغلول ولا مصطفى كامل. ده الواد ناصح النصاب اللي شغال مع الانجليزي، يخش يشتغلنا ويجري. طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ بحب اغانيه.
تسيبنا نقعد انت كل شويه تقول لي حاجات متاخر يا رفعت. ما نعمل ايه يا عم؟ اسمع مني انا اولا ما اسميش رفعت، تمام؟ ركز. انتوا بتغيروا اساميكوا ليه؟ انت اللي اعوذ بالله. ركز معانا خمس دقايق بس. ماشي. وهسيبك تروح. ماشي. بص بقى. ايوه. احنا نشتغله زي ما بيشتغلنا. صح. نعمل ايه؟ نتنكر ونقعد نعلم عليه. بس انا خايف صاحب الكباريه يجي يقبض علينا. يا عم صاحب الكباريه مات في الغاره. مات في الغاره؟ اه. يعني الكباريه دلوقتي ما بقاش ليه صاحب؟ ملوش. طب امسكه انا. مش هتعرف. ما اعرفش ليه. اصله كان خواجه. طب ما انا خواجه. هتعرف تعمل خواجه؟ ده انا عيلتي كلها خواجات. ايه يا؟ مفيش حاجة، دي عيلتك وانت أدرى بيها، هم أجانب. ولا عيلتك. مش أنت قصدك إن عيلتك أجانب؟ أنا فاهمك. كلهم أجانب في إيه؟ خلاص أنا مريحك اهدى. إحنا نقتل بديعة صاحبة الكازينو ده ونسميه كازينو المرحومة. صح. ونمسك إحنا الكازينو وأنا هشتغل معاك هنا فيه. بس ما نقتلش بديعة على طول. ماشي. نشوفها الأول. آه. نقتلها في الآخر. خلاص قشطة. يلا خلاص. يلا. يلا. يلا يا موسى. أنت جاهز؟ أنا جاهز. يلا. يلا. البس. ايوه انا بجهز اهو. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا ابني، جاك صاروخ في معاميعك. خش يا حاجه واتفاجئ. يا رب رزقنا في الكوبوريه اللي احنا بنعمله ده. وانا كل ما اتنكر اعمل سوداني. تعالى يا خواجه. اهو اهو. بص لقيت الخواجه ميت، خدت لبسه وجيت. خواجه انت ساحر كده. انت هتقرفنا ليه يا عم؟ والله ساحر. وانا كل ما اعمل حاجه هتقعد تقرفني. طب وريني خد دي بقى وهوريك الخواجه. هي دي اللي هتخليك خواجه؟ بس اظبطها بس. اما نشوف. يلا. تعالى يا عم شبلي. تحت بس. تحت عشان ما نموتش. ماشي. بس اهو كده بقيت خواجه يعني؟ انت يا خماره. انت يا حبيبي. كفايه مدح. انت مش عارف ان انا مش احب اقعد مع خدي غيرك؟ انا خدي يا راجل يا شفايف. يا خراشي عليكي، انت سوداني بتضحكني موت. ولما تعرفني هتحبني اكتر، اصل انا من النوع السوداني المقرمش. انت ليكي اخوات يا سوداني؟ اه اخويا بيحبك موت كاجا فندي. اه. والصغير لب سوري. اهو ده اللب السوري ده متغرب وسطيكو. اكل العيش. وليك اخوات فزدو عامل ايه؟ زي اللوز. انا مش عارف اسكتك. انا عارف انت انت لازم تيجي تزورنا في المقله اللي احنا عمالين نقلش فيها دي. الله. والله لازم. ده انتوا عيله مسليه واحسن من الفشار 100 مره يا سوداني يا عسل. انت ليه تقول حبيبي وليه ما عندكوش حرف الها؟ ايه خبيبي في ايه؟ فين حرف الها؟ ما عندناش خبيبي احنا، خبيبي كله خبيبي. قول لي الحروف عندك. كله خبيبي. اقول لك الحروف؟ ها؟ اسمع. الف ب ت س ج خ خ د ز ر ز س ش ص. انت كنت في حضانه ايه؟ الرخمه. انت عايز مني ايه دلوقتي يا خواجة؟ انا عايزك تشغل لي موسيقى اللي انا احبها يا حبيبي. اللي ايه؟ اللي انا احبها. موسيقى ماشي. اللي انا اموت فيها يا ايه ايه اللي ايه؟ اللي انا انت لخبطته. خليتني اقول اني. اني ايه؟ انت خواجة من الشرقية، ما تعمل. بس خمس دقايق ركز. يا ابني يا ابني انا ما انا عامل خواجة. عامل خواجه، ما تقعدش تضغط عليا في الكلام. خلاص. مش انا، انا مش مش دوري. بص النوبي سهل. هتقرفني ليه؟ ما تك... بص النوبي بص. ماله؟ تهب اشغل لك اغاني ايه؟ عبد الهمولي ولا عبد الهليم حافظ؟ عبد المجيد عبد الله والنبي. شغلوا له منين عبد المجيد ده؟ بيقول اي كلام. اماكن الضيعه يا انصاف. انصاف يا بنتي يا انصاف. ايوه يا بنتي يا مفاتن، انا جايه اهو. ايه
نفسك جوه يا بت. كنت بتعملي ايه يا بت؟ يا بت كنت بظبطها عشان تظبطنا في الشغل كده. اسكتي يا بت يا انصاف، دي الغره النهارده كانت جامده قوي. اسكتي بقى ما تفكرنيش، ده هي تاخدهم كلهم يا اختي كده شطه واحده ونخلص منهم. ياخدهم كلهم انما هتلر لا، ده هتلر ده قلبي وروحي وحشايا، يا لهوي عليه وعلى شنبه. ما تهمدي شويه يا بت، يعني اللي جابت هتلر ده يا اختي ما جابتش غيره ولا ايه؟ يا اختي بقى جابت ولا ما جابتش؟ هو هتلر وبعد. طب بس بقى وسيبك من المنايل على عينه ده، وتعالي يا اختي دوري على المنايل على عينه التاني. مين اللي هو العمده؟ راح فين يا بت؟ ده من ساعه الغره ما قامت والنور طفى مش باين له حس ولا خبر. ازيكم يا عاهرات؟ عاملين ايه يا اللي لحم كتفنا من خيركم؟ يا اللي من غيركم نقفل الكباريه ده خالص، محدش هيجي. عاملين ايه؟ اهلا يا خواجه. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيك انت. ازيك يا اصناف؟ اخبارك ايه؟ تمام. إيه ده، اسمك ولا اسم حد تاني؟ اسمي والله يا خواجه. وازيك يا مفاتن؟ ازيك يا كاريوكي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كويسه يا اخويا الحمد لله. انت شغاله ايه عندنا هنا يا حبيبتي؟ فتاه ليه؟ طب دي شغلانه خرام. شغلانه خرام، اشتغلي شغلانه خلال تكسبي منها عيالك لسه صغننين. ليه يا حبيبتي الشغلانه دي؟ توبي. ازاي بس